يعني احنا بنسمي البيزنس ديفلوبمنت جزء من الكوميرشال لاين. الكوميرشال لاين اللي هو القطاع التجاري، فانت جنبك هيبقى السيلز، وجنبك هيبقى الاكسترنال ماركتنج، وجنبك هيبقى لو في استثمار يبقى الانفستر ريليشنز وجوفرمنتال ريليشنز. كل ده بيلاي تحت الكوميرشال لاين بتاعك والبرايسنج. فعندي اوبشنز كتير اطلع عليها انا، فانا مش فاهم، مش مسدود. لو انا بيز ديفلوبمنت جبت سقف فيها قليل، انا مش عارف ادي اكتر من كده، عندي طرق اطلع منها. لو جبت سقفك هتبقى سي او. اوكي. كل فتره كنت لسه بتكلم مع الشباب قبل ما نبدا، في صديق ليا ومعانا الكريم اسمه بلال، كنا بنتكلم في الموضوع ده وهو نبهني للنقطه دي. كل فتره، كل 5 لـ10 سنين بيبقى في فيلد هو اللي بيقود الشركه. فكان من 90 ل 2000 كان السيلز، لان كان الريفنيو اهم حاجه. بعدين من 2000 ل 2010 كان الماركتنج، لان الانترنت بابل ومش عارف الحته بتاعه التكنولوجي والكلام ده، فالناس عايزه براندنج وعايزه ماركتنج في الماركت. وبعدين بقى السبلاي تشين، الناس عايزه تفعص في الارقام وتعمل فروجاليتي وتوفر. تخيلي الشخصي ان البيزنس ديفلوبمنت هيبقى هو اللي بيقود لمده شويه، لان الناس مش قادره تصرف في الكوزماتكس، فالبارتنرشيبس بتقلل لك صرف الكوزماتكس، لان غيرك بيصرف وانت بتكمل. كوزماتكس ده اللي هو الماركتنج بتاع الاول، ولا قصدك بيه؟ لا، اللي هو اللي ممكن ما تصرفوش. اوكي. ايا كان هو ايه. فمثلا انت لو عملت بارتنرشيب مع تيليكوم، تيليكوم اوبريتور، انت ممكن ليك اكسس على التيليكوم اوبريتور. انت عشان توصل يبقى عندك 30 مليون و40 مليون عميل تصرف صعب يعني. فدي عشان كده ده رايي يعني. ممكن تبقى فتره وتتغير، بس يعني اكاد اجزم ان الفتره الجايه اللاين الكوميرشال وبالذات البيزنس ديفلوبمنت هو اللي هياخد هيقود الشركات المتوسطه والصغيره بالذات. حلو.